ولاد يا خيشة. خيشة؟ عايزك تيجي تشتغل كلب عندي. هو انت اتهبلت للدرجات يا سلطان؟ يا ابني احنا عاملين فيلم علشان انت تتجوز داليا. وقبل ما اتجوزها لازم اكسرها. اكسرها ازاي؟ انا هتاجر في البودرة. يا نهار اسود. ومش كده وبس، انا هحرق سعر البضاعة عشان اخرب بيتها واقعدها في البيت. احرقها ازاي؟ جرام البودرة هيبقى بربع جنيه. ليه كده يا صاحبي؟ خلي الفقير يشم يا سلطان. بس انت المعلم سلطان الناجي بالنسبه لك. بليزنا خيشه. اطلع يا سوادك يا بهجة. يا سوادك يا بهجة. ده الواد الجن والله الجن. ده احنا هندفن منه. البودرة مدمسة بالزيت الحار. البودرة مدمسة بالزيت الحار. يا معلم سلطان مالهمش مكان عندي في الخزنة. الله. طب ما توديهم البنك. ما انا رحت البنك قالوا لي خلاص حسابك ما فيهوش مكان. ايه اللي انت عملته ده يا معلم سلطان؟ انت كده بتخرب بيتي. ربنا ما يجعلنا من قطعين الارزاق. وبعدين لا سمح الله، هو انا صدر مني حاجة؟ وهو اللي انت عملته ده شوية. وبعدين انا مش طالبه حاجه انك تسيبني انا والتجار ناكل عيش جنبك. ما انا ياما عرضت عليك يا بنت الناس تعيشي تحت رجلي كلبه مهزقه مكرمه، وانت اللي ما رضيتيش. بقى كده كلبه تحت رجلك؟ طب وحياه مقاسيسي دي؟ لا خليك تلحس بلاب كنيف الوكاله كنيف كنيف يا سلطان يا ناجي. ده انا داليا طاله والاجر على الله. طب ابقي سلميلي بقى على البتنجان. بتضحك عليها بنص لسان. لمع جلد التمساح عادل. ده انا يا سلطان انت هبت منك للدرجه دي؟ يا ابني انت مخرج اعلانات جاي يرجع مراته، انت بتنطح مع تجار البطنيه؟ ما احنا هنموت كلنا.